حي الله الريال. الله يحييك منصور حبيبي. مبروك مبروك اخوي على الوظيفة الجديدة. الله يبارك فيك حياتي. لا اقول نسيبي عسى المعاشر يعطونيك يا زين يعني عشان ينفعك تتزوج. اي يبا ترى انت حريه في الكبر لازم تتزوج لما تبتم. والله شو تقولين؟ اي والله الله يسمع منك يا رب واشوف اخوي متزوج. يا جماعه يا جماعه انا توني مطلق وبصراحه يعني ما افكر بالزواج الحين. ايش دعوه؟ ترى غرامي بعينه يتحبك وبنت طيبه فرصه تزوجها. اي حب اللي تتكلم عنه يا ابن الحلال ايش فيك؟ وبعدين انا مو اي واحده اشوفها تزوجها. لا عاد بقول لك ترى الحب له عيب ولا غلط. والله ايش تقولين يا ميمو؟ عدل عدل كلامك يا منصور عدل. ميمو يا جماعه انا علاقتي بالبنيه علاقه عاديه يعني هي الله يجزاها خير قاعده تساعدني من باب الجيره اللي كانت بيننا قبل. من باب الجيره. اقول وليد هذه اللي اسمها غرام وين شركتها؟ اقصد صالونها. ايه قريب مو بعيد. ايه ومتى بتعرفني عليها؟ ابي اكون زبوني عندها بالصالون ان شاء الله خيتي بقرب وقت. وانا بعد. ها شنو؟ ابى اصير زبون عندها اذا في مجال. انت ما تسح حويك صالون نسائي ابى اصير زبونها. ليش ما عندهم خصم رجالي؟ عن العياره يا منصور. ايش فيك خيتي عصبت؟ اكيد منصور يعني قاعد يتغشمر صح منصور؟ انزين خل منصور غشمرته قل لي متى بتعرفني عليها؟ ان شاء الله بقرب وقت. اي ان شاء الله. حي الله الريال. الله يحييك. يلا انا اعذنكم. لا 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 وين؟ بس فنطاس يبيني برا. زين 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 ان شاء الله. يلا مع السلامه. حياك الله. حياك الله نسيبي يا حليله تولين. يقولوا بالجيره ابي اصير زبونه. يا دبلت الخطوبة عبنا كلنا أنا. يا دبلت الخطوبة عبنا كلنا أنا. يا دبلت الخطوبة عبنا كلنا أنا أنا أنا. متي شنو هذا؟ شنو؟ شل ميك اب شو مسوية بنفسك؟ عروس. أول مرة تشوفين عروس؟ عروس؟ إيه اليوم خطبتي. خطبتك بعد؟ إيه إيش فيك أنتي؟ خلاص أنا لازم أتزوج حبيبي لمتى بتم كذي؟ منو هذا حبيبك؟ ما تعرفينه؟ قاعد بالحجرة. إيه منو هو؟ شو اسمه؟ زهير. زهير منو هذا بعد؟ زهير. أما غرام هذا أخرام واجد يبكي. ليش يبكي هذا بعد؟ إيش فيه؟ هذا ماما فوسية يمسك أخرام يقول جوج ملعنة لازم يسوي صوج. يعني زهير هو أكرم. ماما فوسية يقول لا 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 لا